مرحبا بكم في هذه الحصة اللي غادي نخصوها المراجعة ديال الدرس الأول المتعلق بإنجاز خريطة الجغرافيا القديمة الذي يندرج ضمن الوحدة الأولى للظواهر الجيولوجية الخارجية بالنسبة للأولى بكالوريا علوم رياضية. فكيف ما كتعرفوا بأن الصخور الرسوبية تختزن عدة معلومات تسمح بمعرفة ظروف تشكلها وتتضمن آثار العديد من الأحداث الجيولوجية القديمة التي عرفها كوكب الأرض. فإعادة تأريخ تكون حوض رسوبي معين يقتضي البحث عن أصل المواد الرسوبية والمسار الذي سلكت هو تحديد ظروف ترسبها قصد إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة. والتساؤلات اللي كتطرح في هذا المجال هذا هي اولا ما هي التقنيات والوسائل المعتمده في دراسه الرواسب؟ السؤال الثاني او التساؤل الثاني كيف تمكننا دراسه الرواسب من استرداد ظروف الترسب ومعرفه طبيعه وحدود وسط رسوبي قديم؟ الاجابه على هذا التساؤلات هذا غادي نبداو بالجزء الاول الخاص بانواع الرواسب والاشكال الرسوبيه. هنا لدينا أمثلة لبعض أنواع الرواسب، يعني رواسب نهرية، رواسب شاطئية، ورواسب صحراوية. كنلاحظوا بأن كل وسط كيتميز برواسب معينة، وبأن هذه الرواسب عند ترسبها تنتظم حسب أشكال هندسية معينة وتسمى بالأشكال الرسوبية. لدينا هنا أمثلة لبعض الأشكال الرسوبية. الشكل ألف تجعدات نتيجة تيار في شاطئ حالي، الشكل باء تجعدات في عينة من حجر رملي قديم. هذه الأشكال الرسوبية تدل على نوع منحى وشدة التيار المائي أو الهوائي السائد. بالنسبة للمثال الثاني، شقوق تيبس في تربة طينية حالية، والشكل باء شقوق تيبس في حجر رملي خشن. تدل هذه الآثار أو آثار التيبس على تعرض الرواسب لتبخر الماء. المثال الثالث وهو مثال للترسبات المتقاطعة، وتدل هذه الترسبات المتقاطعة على تغيرات في اتجاه وشدة التيار المائي. إذن من خلال دراسة الأشكال الرسوبية القديمة نتمكن من معرفة ظروف وسط ترسبها، أي أن لها أهمية في تعرف دينامية وظروف الترسب. إذن في الأشكال الرسوبية تعطينا معلومات حول ظروف وسط الترسب، إلا أن هذه المعلومات تبقى غير دقيقة، ومنه فلنا الحاجة إلى دراسة أكثر دقة، ألا وهي الدراسة الإحصائية والمورفولوجية لمكونات الرواسب. إذن السؤال الذي يطرح هو كيف تتم الدراسة الإحصائية وكيف يمكننا استثمار نتائجها؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنتطرق للدراسة الإحصائية والمورفولوجية لمكونات الرواسب. وقبل الحديث عن الدراسة الإحصائية نذكر بتصنيف مكونات الرواسب. نعلم أن الرواسب تصنف حسب القد من الأصغر قد إلى الأكبر قد، فنجد الأصغر الطين إلى أن نصل مثلا القطر 256، فهو يميز الجلاميد إلى غير ذلك. بالنسبة للدراسة الإحصائية التي سنتطرق لها فهي خاصة بالرمل، يعني سنقوم بدراسة الرمل كمثال. من أجل القيام بهذه الدراسة فإننا نحتاج عينة رملية نقوم بوضعها في غربال ذو قطر 0.05 ملم، ثم نقوم بغسلها، بعد ذلك نضيف HCl من أجل إزالة الكالكير، الغسل فقط من أجل إزالة الطمي والطين، ونضيف كذلك الماء الأكسجيني من أجل إزالة المواد العضوية، ثم نعيد غسلها، بعد ذلك نقوم بوضعها في فرن من أجل التجفيف، بعد ذلك نقوم بوزن مثلا كمية 100 غرام، بعد ذلك نضعها في غربال أو سلسلة من الغرابيل التي تتميز بنقصان في القطر
مثلا الذي يوجد في الأعلى فهو 2 ملم إلى أن نصل إلى 0.063 فهو يتناقص قطر يتناقص ب يعني قطر العيون يتناقص بالنصف حسب أفنور. بعد ذلك نأخذ الغربال أو الكمية التي المحجوزة في الغربال ونقوم بوزنها وهكذا إلى أن نزن مختلف الكميات المحجوزة في هذه الغرابيل وندون النتائج في جدول خاص. بعد ذلك نحول هذه المعطيات الرقمية إلى معطيات بيانية من خلال إنجاز منحنى الترددات وكذلك منحنى التراكم. من أجل معرفة كيفية إنجاز أو تمثيل منحنى التردد نقوم أولاً بحساب النسب المئوية للأوزان التي حصلنا عليها، مثلاً في الغربال الأول الذي يضم الحبيبات من 2 إلى 4 مليمتر مثلاً الكمية A فنسبتها هي مثلاً A إلى غير ذلك. فإن كانت مثلاً الكمية هي 3 هنا والوزن الذي قمنا به هو 100 جرام فالنسبة المئوية هي 3%. كيفية إنجاز منحنى التردد؟ نقوم أولاً بتمثيل على محور الأفاصيل معايير الغرابيل حسب السلم اللوغاريتمي وعلى محور الأراتيب كتل حبات المرو المحصل عليها في كل غربال، ثم بعد ذلك نقوم برسم المدراج الأول الذي يعبر عن النسبة الأولى، المدراج الثاني يعبر عن النسبة الثانية إلى آخره. بعد ذلك ثم نربط أوساط هذه الأدراج بخط متصل لنحصل في الأخير على هذا المنحنى الذي يبين أو يمثل منحنى التردد. فإذا كان منحنى التردد وحيد المنوال يعني بأن الراسب متجانس، وإذا كان ثنائي المنوال فالراسب غير متجانس. فيما يخص تمثيل المنحنى التراكمي الذي يعبر عن ترتيب الراسب فنقوم بحساب النسبة التراكمية، يعني النسبة المئوية للغربال زائد النسبة المئوية للغربال الذي يسبقه، ونمثل على محور الأفاصيل قدر الغرابيل وعلى محور الأراتيب الكتلة التراكمية. بعد ذلك نقوم بتمثيل مختلف المستطيلات أو الأدراج ونمرر عبر أقطار هذه الأدراج منحنى يسمى بالمنحنى التراكمي. تتجلى أهميته في تحديد مدى الترتيب أو تتجلى أهميته في تحديد مدى الترتيب تراسك أس صفر الذي يساوي جذر مربع كي 3 على كي 1، ومن خلال هذا الجدول يمكننا أن نعرف درجة ترتيب الراسب من خلال القيمة التي نحصل عليها. كذلك يمكن استعمال المنحنى التراكمي ومقارنته مع المنحنيات التراكمية المرجعية لأوساط معروفة التي تمكننا من تحديد ظروف النقل وترسب الرواسب التي تم تحليلها. إذن كخلاصة تمكن دراسة توزيع الأصناف الرسوبية من استرداد ظروف الترسب، حيث أن تمثيل النتائج على شكل منحنى التردد يمكننا من التعرف على مدى تجانس الرواسب المدروسة. تمثيل المنحنى التراكمي يمكننا من تحديد مدى الترتيب، كما تمكن مقارنة شكل المنحنى التراكمي للتشكلات الرملية القديمة مع المنحنيات التراكمية المرجعية للتشكلات الحديثة من وضع فرضيات حول نوع الرمل المكون للصخرة المدروسة. الآن غادي نتكلموا على الدراسة الثانية وهي الدراسة المورفولوجية لحبات المرو التي تكون الرواسب الرملية. لمعرفة عوامل ظروف نقل
الرواسب الرملية يتم القيام بدراسة شكل حبات المرو، يعني دراسة شكل حبات المرو فهي تعبر عن الدراسة المورفولوجية، يعني الشكل التي يمكن ملاحظتها بالمكبر الزوجي. فهذه الملاحظة تمكننا من التمييز بين ثلاثة أشكال رئيسية لحبات المرو: حبات غير محزة تدل على نقل نهري أو جليدي، يعني غير نقل غير طويل، حبات مدملكة وبراقة تدل على نقل طويل المدى في وسط مائي شاطئي أو مجرى سفلي للنهر، والشكل الثالث الذي يعبر عن حبات مستديرة وغير لامعة تدل على نقل بواسطة الرياح، وهذا النقل يكون طويلا. غالبا ما يحتوي الرمل على نسب متفاوتة من هذه الأشكال، ولتحديد نوعية الرمل نعتمد على أكبر نسبة مئوية، كما يمكننا كذلك الاعتماد على نسبة الشكل EL. فإذا كان أو إذا كانت نسبة EL أكبر من 30 فالرمل يكون رمل بحري، أما إذا كانت النسبة بين 20% و 30% فيحتمل أن يكون رمل نهري أو بحري، أما إذا كانت أقل من 20% فهو رمل نهري. لدينا هنا مثال لرمل، مثلا A نسبته المئوية من الحبيبات NU فهي 64%، ويتكون كذلك من الشكل EL بنسبة 20% والشكل RM بنسبة 16%. إذن يمكننا تحويل هذه المعطيات الرقمية إلى شكل بياني على هذا الشكل الدائري، ومنه نستنتج بما أن النسبة المهيمنة هي النوع NU يعني بأنها لم تخضع لنقل طويل، ونسبة EL فهي تساوي 20%، يمكن أن نستنتج من هذا أن الرمل هو رمل نهري. فيما يخص ظروف الترسب في أهم أوساط الترسب الحالية، فكما تعلمون أن الصخور الرسوبية تنتج عن ترسب مواد قديمة على سطح الكرة الأرضية وفق أنماط ترسبية مختلفة في أوساط قارية أو بحرية، ويمكن تصنيف أوساط الترسب إلى ثلاث مجالات. المجال الأول هي الرواسب القارية، يعني كتموضع على اليابسة، الرواسب البينية يعني مجموع كتموضع لنا على مجموع الهوامش القارية، وأخيرا الرواسب البحرية اللي كتموضع على الهوامش القارية وكذلك في قعر المحيطات. نبدأ أولا بالأوساط القارية اللي هي مناطق توجد على اليابسة ذات رواسب حتاتية متنوعة، إما يعني نميز بين ما هو نهري يعني رواسب نهرية أو بحيرية أو ريحية أو جليدية. نقتصر هنا فقط على الرواسب النهرية التي تكون في المجاري المائية. لدينا هنا مثال لهذا المجرى المائي الذي يعبر عن ترتيب الرواسب حسب سرعة التيار، فنجد في المقدمة الجلاميد وفي النهاية الرمل والوحل، وأن هذه العناصر الصلبة تخضع في ترتيبها تخضع لعاملي القد وسرعة التيار الناقل، كما أننا لا يمكن أن نهمل قوة الجاذبية في هذا. ويمكن يعني بتداخل هذه العوامل يمكن تحديد وضعية الحث، وضعية النقل، وكذلك وضعية الترسب. فيما يخص الأوساط البينية فهي مناطق مختلطة، تفصل بين اليابسة والبحار يعني الساحل، وتعرف يعني تدافع بين المنطقتين، تارة تكون لصالح البحر وتارة تكون لصالح اليابسة، يعني الإمدادات التي تأتي من النهر ورواسبها. ونذكر منها رواسب لاغونيا التي تتأثر بعاملي أو عوامل عدة، أهمها هي الحرارة وكذلك تركيز العناصر المذابة، يعني في هذه الأوساط تكون هناك يعني المبخرات كمثال مثلا اللاغونات التي تنتج لنا مثلا الملح، وكذلك
رواسب الدلتا التي تتأثر في تتأثر رواسب هذه المنطقة بالحمولة الحوتاتية من المياه النهرية وكذلك قوة التيارات والأمواج البحرية. وأخيرا رواسب شاطئية تتأثر كذلك بعدة عوامل أهمها حجم المواد الرصوبية، حركية الأمواج، المد والجزر، وقوة الرياح التي تهب من جهات البحر. فيما يخص الأوساط البحرية واللي كتعتبر من بين الأوساط الرصوبية أو الأحواض الرصوبية الكبيرة، يعني الحوض الرصوبي بامتياز هو البحر، كما أن غناه بالكائنات الحية وتوفر أعماق مختلفة داخله تمكننا أو من تجزيء هذا الحوض إلى مناطق رصوبية مختلفة. فنجد مثلا في من العمق 0 إلى ناقص 10 المنطقة الساحلية، من ناقص 10 إلى ناقص 200 متر نجد أو نتكلم عن الهضبة القارية، من 200 متر إلى ناقص 2000 متر من ناقص 200 متر إلى ناقص 2000 متر نجد الحافة القارية، ثم السهل اللجي والأعماق الكبيرة. وكل منطقة فهي تختلف أو تتميز برواسب معينة، مثلا الهضبة القارية فنجد مثلا الرمل، الطين، الكلس، يعني هناك ترتيب في القد من الأكبر إلى الأصغر. وكذلك في السهل اللجي الذي يتميز بالأوحال السيليسية والكربوناتية. وهذا الوسط كذلك يتحكم في ترسب عناصره عوامل أساسية وهي ثلاثة: قد الرواسب الحوتاتية، أنشطة الكائنات الحية، وكذلك عمق المياه. الآن غادي نتكلموا على تحديد ظروف الترسب في وسط قديم، بعد ما تكلمنا على الظروف اللي كتميز الأوساط الحديثة من أجل استغلالها ومقارنتها مع الأوساط القديمة أو استخراج المعلومات من الأوساط القديمة. ونأخذ على سبيل المثال بحر الفوسفات. يتكون الفوسفات كما تعلمون أساساً من الفوسفور اللي عنده أهمية اقتصادية كبيرة، وتعد الصخور الفوسفاتية من أهم الصخور الرسوبية. هذا الشيء علاش كندرسوا هذا المثال، عنده يعني أهمية اقتصادية، ولأنه كينتمي للدرس ديالنا اللي كيتكلم على الصخور الرسوبية. هنا عندنا الخريطة اللي كيتموضع عليها مختلف المناجم الفوسفاتية بالمغرب. عندنا مثلا المنجم رقم 1 اللي هو المنجم ولاد عبدون اللي كيتواجد بخريبكا، المنجم رقم 2 منجم الكنتور اللي كيتواجد بمنطقة بنقرير، ثم منجم مسقالة اللي كيتواجد بشيشاوة، وأخيرا منجم بكرة اللي كيتواجد بالعيون. يعني بعد ما عرفنا هاد المناجم والتموضع ديالها غادي نتكلموا على الخصائص الرسوبية للفوسفات المغربي. هنا عندنا مثال لعمود استراتيغرافي، يعني أخذ من منطقة حوض ولاد عبدون، فهذا العمود يبين لنا مجموعة من المستويات الصخرية. مثلا هذه المجموعة أو هذا المستوى الأول، يعني من الأقدم إلى الأحدث، فهو يضم الصخور التي تتكون من سجيل وفوسفات. وعمر تشكل هذه الرواسب من ناقص 72 مليون عام إلى ناقص 65 مليون عام. يأتي المستوى الثاني الذي تشكل صخوره من فوسفات وكنس، وتشكلت هذه الطبقات من عمر ناقص 65 مليون عام إلى ناقص 53 مليون عام. فيما يخص المستوى الثالث يتكون من سجيل فوسفات وكنس، وتشكل من ناقص 53 مليون عام إلى ناقص 46 مليون عام، والمستوى الأخير من ناقص 46 مليون عام إلى
الآن ويتكون من الكيس والسجل والطم. بالنسبة للخصائص البيئية للفوسفات، فالإيقاع المنتظم لهذه الترسبات يدل على أن العملية استمرت لملايين السنين، وكذلك أن هذه التغيرات أو أن هذه المنطقة عرفت تغيرات دورية للعمق، كذلك بأن السمك الضعيف للترسبات الفوسفاتية يدل على أن هناك حركية ديال الأمواج التي تحول دون الترسب المستمر. عناصر وجود عناصر حوتاتية دقيقة قرب المناطق يدل على أن هذه المنطقة التي تشكل فيها الفوسفات تكون قريبة من المناطق البارزة. وجود كذلك مستحاتات بحرية على سبيل المثال أسماك القرش يدل على نشاط مهم للكائنات الحية بهذه المنطقة، ويدل كذلك على عمق ضعيف، بالإضافة إلى أن هذه المياه في هذه المنطقة تكون غنية بالأكسجين ومياه دافئة، استناداً على ما نعرفه حالياً عن أسماك القرش، يعني بمثيلات هذه الكائنات الحية التي تعيش حالياً. وبهذا استنبطنا على أساس أن هذه المنطقة التي تشكل فيها الفوسفات منطقة خريبكا فكانت عبارة عن منطقة بحرية وتضم كائنات حية كثيرة. فيما يخص الخصائص الاستحاتية للفوسفات المغربي، فمن بين المكونات ديالو فهو غني بالمستحاتات البحرية اللي كتنتمي للحقب الثالث والحقب الثاني. بالنسبة للسؤال اللي كطرح كيفاش تشكلات الصخور الفوسفاتية بالمغرب، فهناك نظرية اللي كتسمى الفرضية الحديثة للعالم كازاكوف، يقول بأن الفوسفور الدائب في الماء يستغل من طرف بعض الكائنات الحية البحرية في تغذيتها، وبعد موتها تقوم البكتيريا بتفكيك أجسادها في الأعماق مما يحرر لنا الفوسفور وكذلك ثاني أكسيد الكربون. تتفاعل هذين المادتين لتشكل لنا جذر الفوسفات، لكن هذا التفاعل يطلب لنا عوامل أساسية، أهم عاملين اللي هو عامل العمق، يعني عمق ينبغي أن يكون عمق ضعيف لتشكل هذه لكي يحدث هذا التفاعل، يعني أن يكون هناك صعود للمياه العميقة التي تكون غنية بالفوسفور والCO2 نحو السطح. العامل الثاني انخفاض CO2 في الماء، وهذا يتطلب ارتفاع حرارة الماء، أي توفر مياه كيف هي بحرية ساخنة، يعني هناك مناخ مداري إلى معتدل. لكن هذين العاملين فهم متناقضين، لذا وجب تدخل عامل آخر هو صعود أو تواجد سيارات صاعدة، وذلك على حدود الهضبة القارية تعمل على صعود المياه العميقة نحو السطح. هذه المياه تكون غنية بالCO2 والفوسفور، وبعد ذلك يتكون جذر الفوسفات، بعد ذلك يتفاعل جذر الفوسفات مع الكالسيوم فيترسب في الصخور الرسوبية. هنا لدينا يعني صورة توضح هذه المسألة، كما تلاحظون هنا فيوجد ترسبات صخرية الفوسفاتية، يعني تكون على مستوى الهضبة القارية. لكي يحدث هذا الترسب لا بد من أن يكون العمق أقل من 200 متر، وكذلك يجب أن تكون هناك إمدادات معدنية تأتي من القارة، وكذلك تواجد كائنات حية، يعني نشاط إحيائي مهم للكائنات البحرية، ولا ننسى العامل الأساسي للتيارات الصاعدة التي تأتي بالعناصر المعدنية الأساسية. وأخيرا يطرح السؤال كذلك، ما هو الشكل الذي كانت عليه خريطة الجغرافيا القديمة لحوض الفوسفات؟ وسنركز على الحوض الشمالي، هنا تكبير للخريطة لهذا الحوض الشمالي. يعني للإجابة على هذا السؤال فهناك اتجاهين يمكن أخذهما بعين الاعتبار، لاسترجاع الجغرافيا القديمة لوسط المغرب. الاتجاه الأول هو اتجاه بوجو، يقترح نظاما من الخلجان قادمة من المحيط الأطلسي تفصلها أراضي بارزة من بينها
الخليج الشمالي من بينها الخليج الشمالي الذي ترسب فيه فوسفات ولاد عبدون. بالنسبة للاتجاه الثاني هو اتجاه تراب، يقترح امتداد بحري واحد متصل بالمحيط الأطلسي ويمر وسط وغرب المغرب، ويمكن تفسير توزيع الترسبات، الترسبات المتقطعة هنا يمكن تفسيرها في هذه الحالة بوجود قعور منخفضة، يعني توفرت فيها هنا شروط الترسب، وقعور أخرى مرتفعة لم تتوفر فيها شروط الترسب. وبهذا كتنتهي الحصة ديال اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حصة مقبلة، والسلام عليكم.